هذا خارج هذه القاعدة في انتظار وصول جثمان ذويهم. حسب المعلومات الأولية فإن هناك 4 طائرات عسكرية في مطار بورسعيد لم تخلى بعد من مطار بورسعيد، سوف تأتي هنا بعد قليل إلى مطار شرق القاهرة. العشرات من عربات الإسعاف في انتظار هذه الجثامين لنقلها سواء إلى المشرحة أو إلى المستشفيات المختلفة، لكن ليس لدي معلومة محددة عن أي من المستشفيات التي سوف تذهب إليها هذه الجثامين. على كل حال هناك بعض القيادات العسكرية التي تتواجد في هذا المطار. من المعروف أن المشير محمد حسين فطاوي كان هنا منذ قليل في استقبال النادي الأهلي عند قدومه، ولكنه غادر بمجرد أو قبل حتى مغادرة النادي الأهلي إلى مطار من مطار شرق القاهرة، لكن قيادات عسكرية أقل في الرتب موجودة حتى الآن داخل هذا المطار. هل في أي معلومات عن عدد الجرحى اللي هيوصلوا أو إمتى هيوصلوا؟ يعني حقيقة سألنا بعض القيادات العسكرية ليس لديهم عدد دقيق لعدد للمصابين جراء هذه الحادثة، لكن على كل حال نحن في انتظار من يرافقون هذه الجثامين لعل لديهم بعض المعلومات الكافية بخصوص المصابين أو العدد الدقيق للقتلى في هذه الموقع أو في هذه الحادثة. عدد الأهالي اللي موجودة عدد كبير يا همام؟ هم عشرات، هناك أيضا بعض حالات الأغماء لذوي هؤلاء الضحايا يتم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة، هم في حالة غضب، في حالة أسى، في حالة حزن. يعني بعض الأهالي منعونا حتى من الدخول، نحن نتفهم الحالة التي هم عليها، لكن على كل حال نحن الآن داخل المطار وهم خارج المطار. العدد ربما 200 من ذوي الضحايا القتلى تحديدا وليس المصابين، لان المصابين في حاله الحال من المفترض ان يتم وصولهم عبر محطه مصر. بعض الاهالي بيفقدوا وعيهم عشان جالهم خبر ان هم فقدوا اولادهم، ولا لسه في حاله تساؤل اذا كانوا جرحى ام متوفين؟ في الحقيقه هم في حاله صدمه وليس في حاله تساؤل. كل من او معظم اهالي الضحايا المتواجدين هنا امام المطار هم على يقين ان ذويهم قد توفوا جراء هذه الحادثه، لكن المصابين او ذوي المصابين هم حاليا ربما زميل اخر هناك في محطه مصر يعني لديه بعض المعلومات الخاصه بالمصابين وذوي المصابين المتواجدين هناك امام المحطه، لكن معظم المتواجدين هنا لم يكن جميعهم هم لديهم يقين او على الاقل يعني عرفوا او تيقنوا ان يعني ابنائهم او اقربائهم قد توفوا في هذه الحادثه. احنا عرفنا من مساعد اول وزير الصحه ان المتوفين باقين في الثلاجات في بورسعيد، وان مش هيصل اي حد منهم اليوم لغايه ما النيابه بتاخد مجراها والطب الشرعي. هل عندك اي معلومات ان الطيارات اللي جايه هتنقل بعض المتوفين؟ يعني أنا أسمع السؤال جيدا دهام، لكن المعلومات التي متوفرة لدي أن 4 طائرات عسكرية لم تقلع بعد من مطار بورسعيد تحمل جثامين فقط، هذا كل ما لدي. لا أدري إذا كانت تحمل مصابين أم لا، يعني بعض القيادات العسكرية قالت أن تحمل جثامين الضحايا. حتى الآن حسب معلوماتي هم 76 جثة في مطار بورسعيد أو في مدينة بورسعيد، ما مقرر تنقلهم الطائرات العسكرية إلى مطار شرق القاهرة. بشكرك يا همام، هتفيدنا، نرجع لك مرة تانية تفيدنا بالمعلومات إذا كان في خبر لوصول عدد من المتوفين أو المصابين. ناخد مين؟ جمال من الكويت. ألو،